كبير من البداية، وجلوز وأول عملية تضيع للترجي، الهجوم معاك للإفريقي والتسجيل الرميكي أول أهداف المباراة، 1-0 للنادي الإفريقي أمام الترجي التونسي بعد 45 ثانية في الشوط الأول. إذن بلاعب وحيد ممتاز التمريرة وارميكي في الدفاع، تصير تغييرات بين الدفاع وهجوم لأنه رامي حمام قاعد يدخل في المركز الثاني في الناحية الدفاعية مع معاذ العياري، تسديد وهذا هدف التعادل 2-2 من عبد الحق بن صالح في مركز لميا اللي هو يلعب مركز ظهير عكس المركز اللي متعود به عبد الحق بن صالح مع عودة الامتلاك للنادي الترجي النادي التونسي. عبد الحق بن صالح في تنسيق اللاعب يخرج اسلام جبالي، تقطعات محاولة إيجاد الثغرات في دفاع الفريق النادي الإفريقي بالفعل لأنه عملية تقاطع أخرى صار خطأ في الحساب في الدفاع، وتمكن اسلام جبالي بياخذ الكرة مع تمريرة ممتازة جماعي اللي هو حتى الآن أفضل الحكام تلقى حل مع المنظمين لنا في الكرة اللي مش قاعدة تمشي كما يلزم، تسديد وترجع من حارس تسديدها في دين الحارس باخت حبي باخت أسامة الرميك، لكن موجود أصيل النملي، عملية فنية ركولات من اللاعب خالد الحاج يوسف كان يموه بالتمرير ثم يختار أنه يدخل في الانترفال. دفاع النادي الإفريقي وثلاثة أهداف لحسن جماعي حتى التوا أفضل هداف مع هدف من معاذ العياري يرجع المباراة 6-3 تقدم الترجي قدام النادي الإفريقي. وحلوك يبدأ اللاعب كبير كما معاذ العياري، و500 من الترجي هنا في قاعة الحمامات، كثر اللغط بين قاعة رادس وقاعة الحمامات، في الأخير قاعة الحمامات هي اللي تحتضن، ما توصلش الكرة لإسلام الجبالي، مقطوعة حمزة المهذبي وجه لوجه مع أصيل النملي وينجح حمزة المهذبي من قلائل في النادي الإفريقي اللي ما يفلتوا، يعني من اللاعب اللي ما يفلتش كبيرة في الربع النهائي كان هو الحارس رقم واحد. وهذه كرة اللي فاتت ممتازة الركولات جيدة جدا لغسان التومي، يتمكن من تسجيل هدف غسان التومي. شوفوا غسان التومي أكيد عملية الارتقاء لهواي في المباراة، لا غسان التومي البداية بدأ المباراة لمية أول بأمل في الدفاع مركز اثنين، في الدفاع أول مرة غسان التومي يبقى في الدفاع وقت خرج في رأس الجليدي من اللاعبين اللي عول عليهم، لا نقصد في الدفاع طبعا كان في الهجوم، لكن في الدفاع وقت اللي يخرج في رأس الجليدي عندك قوة في الدفاع من غسان التومي. أو أمامنا اللقطة ويمشي للخط 6 أمتار، العملية هذه كان فيها مشي بالكرة قبل هذاك علاش الحكام رجعوا لل9 أمتار، يرجع طارق جلوز يلعب كلاعب دائرة مفرد ويمشي عبد الحق بن صالح، فما أخطاء كبيرة في دفاع النادي الإفريقي في تبادل اللاعبين، فنرجع صنيا بن عم ترجع لنا بالصورة عملية تبادل اللاعبين والهجوم المعاكس. المباراة لأن يعني مباراة الزمالك ماهيش مباراة الكويتي ماهيش مباراة النادي الإفريقي، فإلى حد الآن مثلا يقول السكور الغوري إذا زبير الغوري يسجل الهدف رقم 10 أمامنا، الزاوية ما كانتش مفتوحة وفوق الحارس مهذبي هداف البطولة حتى الآن لاعب النادي الإفريقي في تنفيذ رمية 7 أمتار، حمزة المهذبي يسدد ويتصدى له الكرة وتضيع الكرة ترجع لفيت النادي الإفريقي، الهجوم معك سريع، زبير الغوري يفتح الزاوية ويسدد وينجح 11-10 إلا واحد، ترجع مع الهدف الثالث لزبير الغوري ولا من ضمن أفضل هدفين مع إرميكي ومع حسن جماعي. عنده إشكالية حازم باشا ما لقاش حلول كما لقاوها لاعبي الترجي في الشوط الاول، ومجددا حسن الجماعي اللي هو هداف اعلن على بسلبي التمريره الاولى باش يحسبوا للاعبيه تمريرات تسديد ممتاز ممتاز دميل الاخضر هدف 12-13 لميا، دقيقتين مازالوا مهمين جدا في نهايه الشوط. مهمة كذلك يستغلها محمد أمين الأخضر لأنه كنت تذكره بعد 11-11 رجعت الترجي الأهلي للتونسي 13-11 ثم أمين الأخضر أنه اللاعب هو اللي هذه تسديد وممتاز حازم باشا أول هدف لي بعد إقحام، وإذا يتمكن من تسجيل الهدف ترفيع الفارق مع 2 مع اقتراب العودة الحلم. فما كرة تسجلت سجلها عدنان بالحارس في الثمانينات على هذه الطريقة كانت ما بين المهدية والترجي الرياضي التونسي في آخر ثانية يسجل بها كان تذكروا الكأس اللي كان تهزه فريق المهدية عدنان بالحارس ويسجل، يعني أنا تكهنت لأنه عدنان بالحارس تقريبا نفس مواصفات هذا اللاعب حازم باشا من الكرات اللي مع فرق كبير في الفنيات راهو لا قلت اللياقة البدنية طول متاعه مازال حازم باشا صغير لكن